ايش الحلقة المعضلة؟ ايش الحلقة اللي مليانة مشاعر وخالية من المشاعر في نفس الوقت؟ ايش ام الحلقة اللي مليانة دم؟ مليانة تضحيات، مليانة ناس مستعدة تموت لأجل هدف واحد يا جماعة، ناس مستعدة تموت لأجل هدف واحد بعد ما كانوا يتقاتلون لأهداف مختلفة. اللعنة يا إسيام، اللعنة. إيش سويت يا إيرين؟ بطشت بالناس لدرجة خليت العالم كله يتحد عليك، بطشت بالناس لدرجة خليت الأعداء يتعاونوا عليك. مين كان يتوقع نشوف ميكاسا واقفة على كتف العملاق المدرع راينر تحميه وتقاتل معه؟ يا الله، عدو إيرين الأول وصديقة إيرين الأولى في صف واحد. اللعنة يا إيسياما، بقول اللعنة يا إيسياما كثير اليوم، أكذب عليكم يا جماعة وأقول لكم أن حلقة اليوم مرت مرور الكرام. لا والله يب الله بكيت، دمعت يب، دمعت والله، دمعت يا جماعة. وأنا أتابع أنمي، ويا له من أنمي، ويا لها من قصة، ويا له من عالم صنعه لنا إسياما وخلانا نقع في غرامه بواحدة من أغرب الطرق وأبشعها وألطفها. كل شيء، كل شيء. توقع حلقة اليوم بقعد أسولف فيها وأنا كذا دمعة في عيوني ولا كيف؟ لما أنا أشياء كثيرة حصلت في حلقة اليوم يا جماعة، ومثل ما توقعت في الحلقة الماضية أو الحلقات الماضية كانت تهيئنا لما هو قادم، ووصل القادم وما كان أي قادم. حصلت أشياء كثيرة ما حد كان حاسب لها حساب ولا قدرنا نتوقعها أصلا. عموما تعالوا اليوم يا جماعة خلونا نتكلم عن الحلقة 11 واللي كانت بعنوان حنين، واللي تركتنا أمام الشاشات ممتلئين بالحنين والدموع. يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعة؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. فيديو اليوم يا جماعة برعاية متجر ايدو الرائعين جدا، واللي عندهم تشكيلة اكثر من رائعة لانمي هجوم العمالقة وغيره من الانميات. لما انا كان ودي البس واحد من تيشيرتاتهم، ولكن الاسبوع الماضي كلها كديتها في النادي فمعظمها في الغسيل، ولكن للامانة تيشيرتات بلوفرات وغيرها من المنتجات اللي مرة تاخذ العقل راح تلاقوها عند متجر ايدو. خذ لفة على متجرهم بعد هذا الفيديو، متأكد راح تقعون في غرام التشكيلات اللي عندهم. اذا عجبتكم المنتجات واللي متأكد انها راح تعجبكم، استخدموا كود الخصم تبعي وجيه وراح يجيكم خصم مرة يحبوا قلبكم. رابط المتجر وباقي التفاصيل الخاصة بمتجر ايدو موجودة في صندوق الوصف. اوكي يا جماعة، على السريع لايك، اشترك في القناة لو ما كنت مشترك، فعل جرس التنبيهات عشان تصلك فيديوهاتي اول باول، والاهم من هذا كله اذا عجبك الفيديو وكرر اعطيها لايك لانه مرة مهم بيساعد كثير. انا قلت لايك في البداية بس مو مشكلة، نكرر اللايك مرة ثانية. خطة ارمن يا جماعة النايمة باءت بالفشل مثل ما شفنا، ولكن على الاقل طلعوا منها بحاجة حلوة واللي هي سلامة طائرة، واللي هي تقريبا أداة الوصول الوحيدة لإيرين. وبنفس الوقت الخطة النايمة تبع آرمن هذه واللي كانت فرصة نجاحها مرة ضعيفة، برضه قدروا من خلالها إنهم ينقذوا السيدة كيومي والجيش أو المهندسين اللي معاه، واللي هم مرة مهمين لتشغيل هذه الطائرة اللعينة اللي ما أدري متى بتشتغل. الطائرة هذه يا جماعة ترى هي سبب كل شيء صار في فيديو اليوم. فيديو اليوم في حلقة اليوم. شمان قبلي يسأل بعد فشل الخطة، ليش دائما الأمور تجري بما لا تشتهي السفن؟ ليش؟ وترد عليه يلينا مخاطبة القائد ليفاي بشكل غير مباشر، والعبارة اللي قالتها للأمانة اختصرت صراع سنوات طويلة في هذا الأنمي لما قالت لا يمكن فصل البشر عن العنف. عبارة بسيطة بس ترى يا جماعة تفسر اشياء كثير. افتكر في الحلقة الماضية واحد، والله ماني فاكر مين اللي قالها، بس في واحد قال عبارة مرة قوية، يقول حتى وان انتصر إيرين وقتل العالم وطهروا من كل البشر، حتى وان صنع السلام اللي يتوقعه لسكان بارادايس، راح يلقى سكان بارادايس في يوم ما سبب للصراع والعنف، وراح يتقاتلون فيما بينهم ويسفكون دماء بعضهم لا محالة، لانهم كذا البشر. مثل ما وصفهم كاظم الساهر في واحدة من اغانيه، يكرهون الحب، يكرهون الحياة، يكرهون الورد، يكرهون النساء، يكرهون النور، يكرهون السلام. واللي بالمناسبة تلخيص هذه السطور كلها اللي قالها كاظم الساهر هي عبارة واحدة، البشر ما يقدروا يعيشوا بدون حرب، يعشقون الحرب. مفروض ما يقول يكرهون يكرهون يكرهون، مفروض يقول يعشقون الحرب، لأنه الحرب هي تدمر كل شيء ذكرناه قبل كذا. يا جماعة الخير، للأمانة حلقة اليوم مهما وصفتها ما راح أعطيها حقها، ما كنت متوقع أننا راح نشهد واحدة من أكثر الحلقات تأثيرا في هذا الأنمي. توقعت أنه الحلقات المفصلية بتكون خلاص في النهاية، بس دي الحلقة حكاية انك تشوف صفوف متوحدة بهذا الشكل، حكاية انك تشوف عقول كانت مغسولة تخرج من الايديولوجيا وتنسلخ منها الايديولوجيا والافكار اللي كبروا وتربوا عليها، ابدا ما هو شيء سهل،
أبدا ما هو شيء سهل. آني وعملاقها الأنثى راينر وعملاقه المدرع، أي نعم خبز أم جيش اليقرين خبز ولعبوا فيهم كورة وكل أنواع الرياضات، واللي كانت اللقطات للأمانة مرة قوية، بس ما أدري كيف ممكن أوصفها، هل هي حاجة حماسية؟ والله حماس بس في نفس الوقت بشاعة، إيش ذا؟ عموما ما هو هذا لب الموضوع يا جماعة، والله اللي شفناه في حلقة اليوم أمر عجيب غريب ومرعب، تعاون والدرجة العجيبة من الالتزام بهذا التعاون شيء مو شيء ما هو بسيط. جان يقول ماسك السنايبر او البندقيه ويقول ما في مجال للتردد، اقتل اي شخص يجي قدامك، خلاص اخوانك جماعتك عيال عمك عيال ديرتك انتهى، اي تاخر في اتخاذ قرار اطلق ولا لا معناته واحد من اخوياك بيموت، اي تاخر في اتخاذ القرار بالقتل معناته واحد من شلتك واحد من حلفائك راح يموت، ما في اي مجال للتاخر، ما في اي مجال، خلاص قرارك واحد، اقتل اي شخص يوقف قدامك الان من كائن من كان. ميكاسا سلطنت يا جماعة، ميكاسا أخرجت قوة الأكرمن إلى أبعد حد، فل أكرمن فل ميكاسا إلين خلاص مسحت لحالها ثلاثة أرباع جيش اليقرين، ولا ننسى هانجي للأمانة ما قصرت، ميكاسا كانت في حالة قتالية ما تعرف أحد قدام، يعني لو تفلتت بهذيك الطاقة على أحد العمالقة صدقوني راح تنهي حياته راح تنهي مستقبل، بس كويس أنها مع صف الجماعة، ولا كان راينر والأنثى فصفص. لما أنا في فلاش باك غريب شافه جان في لحظة ما، ولا أدري وش تفسير هذا الفلاش باك، هل هو حلم ولا إيش بالضبط، لأنهم جابوا صورة شخص كذا لابس طربوش ومعاه جان وكوني وقاعدين يشربون، واضح أنهم سكرانين ومبسوطين، ما ودي أتفلسف وحلل أكثر من اللازم، بس ياهو حلم أو إنه شيء حصل بس للحين ما عرفنا، لأنه مين ذا أبو طربوش، وكلنا عارفين سكان بارادايس ما يلبسوا طرابيش، آخر واحد شفناه لابس طربوش كان في أتوقع معركة مارلي والجيش الثاني ذاك من العالم اللي في بداية الموسم هذا، فمين هذا اللي لابس طربوش مع جانو كوني الله أعلم، مين هذا؟ مرة مبسوطين العيال، إيش في؟ لا نحتاج تفسير، نطمن دي. متى قلت سيري؟ عموما يا جماعة اللي وصلنا له يعني انه في حلقة اليوم الوقت مرة ضيق، مرة ضيق ما عاد في وقت، والله اعلم وحسب حسابات هانجي وتخميناتها انه ايرين ربما يكون خلاص دمر اجزاء كثيرة من مارلي ويمكن خلاص هرس ناس كثير وبشرية كثيرة، فضلا انه حتى لو الطائرة اشتغلت ما راح يعرفون كيف يلاقون ايرين بالضبط، نروح كذا ولا نروح كذا، إيرين وين الآن؟ تأخرنا، إيرين مشي قطع مسافات كثيرة. هنا اقترحت السيدة كيوم اقتراح وقالت يا جماعة احنا عندنا ميناء خاص فينا في احد سواحل مارلي، وبحكم انه الطائرة يحتاج لها صيانة وتجهيز قبل الإقلاع، فالأفضل اننا حاليا نسحب الطائرة بالسفينة ونتوجه الى الساحل الخاص فينا بمارلي، واللي هو جدا قريب يعني مقارنة ب خطوات إيرين اللي وين رايحة، وكونها وصفت الموضوع بالقمار أو هذه الخطوة بالقمار يعني يمكن نلحق ويمكن لا، ولكن فرصة إننا نوصل لهذاك الساحل قبل إيرين هو أمر يقع ما بين يمكن يجي ويمكن ما يجي، بس هذه الخطة المتاحة الحين، طائرة عشان تشتغل يحتاج لها يوم، وإذا استعجلنا يحتاج لها نص يوم، نص يوم معناته إيرين الو ما في شبكه ايرين هناك خلاص، اما نجلس نحارب هنا وربما نخسر العملاق المدرع والعملاق الانثى وايا كانت العمالقة الموجوده وقتها، او نهرب بالسفينه which is هو افضل حل. هذا بالنسبه للخطه اللي اقترحتها السيده كيومي واللي وافقوا عليها الاغلبيه. دقيقه بس قبل ما نروح للنقطه الثانيه، ارمن تعرفون اللي انسان معاه بوغاتي ويركب السياره ما يعرف يشغلها، ايش في متى؟ لا متى اذا هذه مين انسب متى؟ إذا هذه مي أنسب لحظة، متى؟ إيش فائدة أم العملاق المدرع الضخم اللي معاك؟ أنا فاهم بتقوله يا وجيه ترى تحوله يفجر يدمر يا أبويا تصرف، ومعقولة يعني ما تعرف تتحول ليد كذا بس ارمي أمه قدام السفينة، احمي أم البشر اللي جالسة تتدمر قدامك. عموما خلونا نرجع للمشهد اللي كان ماغاث يحاول يوصل فيه كيومي والمهندسين إلى الطائرة أو للسفينة اللي تسحب الطائرة. للأمانة يا جماعة مشهد جدا رهيب، مشهد جدا عجيب، آني وهي تتسلطن وتقاتل بكل بسالة جيش اليقرين تلعب فيهم كرة يد بدري كرة قدم تشوتهم تشويت، اي نعم والله زي ما قلت لكم مشهد عنيف، بس ما ننكر انه كان رهيب، والله مشهد رهيب يا اخي، العملاقة الانثى مشاهدها القتالية دائما رهيبة، اي نعم قاسية حيوانة عنيفة بس خلاص هي في صفنا الحين يا جماعة، حتى مشهد راينر وهو يحمي ماغاث والمهندسين وكيومي بيده وياخذ على رقبته برماح البرق، ولعلمكم يا جماعة رماح البرق اللي جات على راينر في رقبته لو انها رمية من واحد فنان، لو انها رمية من ميكاسا ولا من ليفاي ولا على الاقل من هانجي اتوقع بتكون ضربة قاضية راح تنهي حياة راينر، ولكن الحمد لله انه اللي قاعدين يرمونها شوية محاربين ضعاف الله بس قاعدين يهبدوا هبد، ولا راينر والله راينر واني المفروض اليوم كانوا
يعيش سكويس انه اللي ضدهم ناس شوية يعني ايش مبتدئين. بس اللقطة اللي جابت راسي من جدة اليوم يا جماعة لما راينر وقف في وجه رماح البرق علشان يحمي آني. يا سلام يا لطيف يا جماعة يا حلقة اليوم ايش سويت فينا وربي. حلقة اليوم قشعريرة دموع قشعريرة دموع صياح اوف ايش فيه حرفيا. يعني في مرحلة ما راينر وآني اصلا كذا في نهاية القتال ده علشان يحموا السفينة ويحموا الجماعة. آني وراينر خلاص ما عاد منهم أي فائدة، مقطعين مجرحين مشلولين ما ينقصهم إلا ضربة قاضية. تعرفوا الضربة القاضية فينيش هيم، بس تنقصهم هذيك الضربة لولا تدخل العربة وفالكو اللي بنتكلم عنه بعد شوية. يقلع أم العملاق تبع فالكو نتكلم عنه بعد شوي. وبالرغم يا جماعة من محاولات فلوك التعيسة في تقليد خطابات القائد العظيم إيروين إلا أنه قدر أنه يشحن جنوده بالطاقة الكافية اللي خلتهم يكرسوا قلوبهم. وفي النهاية ذول اللي كرسوا قلوبهم ماتوا موتة شنيعة. ليش دائما ليش في كثير من الحالات لما نسمع كلمة شينزو ساساكيو يموتوا ناس كثير؟ العبارة دي مرتبطة بالموت يا أخوان. العبارة دي بعدها وفيات، بعدها قتل، بعدها دماء، بعدها مطر. شفتوا ميكاسا في مرحلة ما كانت تمطر السماء دم؟ لا بس فعلا يعني خلاص أنا لحظات كثيرة جابت راسي في حلقة اليوم، بس اللحظة اللي فعلا أطربتني اليوم فعلا خلتني كذا أقول واو هي لحظة تحول فالكو. يا جماعة الخير يقلع أم العملاق الفخم اللي صار عليه فالكو. ما أدري لو شفتوا أكيد واضحة صح؟ مش انا اللي شايف، بس عملاق فالكو اوكي مره فخم زي ما قلت، تحسوه كذا صقر، مدري نسر، مدري طائر، يا ابويا يدين طائر ومخالب طائر، حرفيا بس ينقص اجنحه ويقلع ام الفخ، بس ينقص اجنحه ويصير أوه 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 أوه. مع انه واحد من القاده قال في بدايات الموسم هذا في البارت الاول قال ما عندنا عملاق يطير، فواضح انه العمالقه مستحيل يطيروا ابدا، فطائر عنده اربع رجول بس فخم. تخيلوا طائر عنده اربع رجول وفخم يقلع ام الفخام. والله معليش يا يومير، اصلا عملاق يومير زعبه يجيب الهم. معليش يا يومير ومعليش يا غاليارد ومعليش يا مارسيل يتشابهوا عمالقتهم، بس وربي افخم عملاق فك الى الان عملاق فالكو يقلع ام الفخام. عموما يا جماعه تحول فالكو اللي كان مرة في وقته بالرغم من انه كان فوضوي من ناحية انه لسه اول تحول له وقيد حذرته بيك قالت له لا تتحول ترى بتكون فوضوي وممكن ما تقدر تميز اعدائك من اصحابك، الا انه جاء في وقته فعلا يعني. وشكرا ماقت انك خرجت في النهاية سوال عملية جراحية شير اوبا تعال حبيبي معلش معلش. افتكرت هانجي لما سحبت ايرن وخلعت عيونه في الموسم القديم. بس خلونا نتفق على حاجة قبل ما نقفل موضوع فالكو، يقلع ام فخامة عملاق فالكو. واذا في حاجة قهرتني اليوم فهو منظر ليفاي يا جماعة. اوكي هو من الحلقات الماضية هو ساكت ما يتكلم وما له حس، ساكت جالس يلملم جروحه ومخلي اللي فيه فيه، بس حكاية اني ما اسمع له صوت اكثر من حلقة اشوفه صامت كذا ترى والله الموضوع مرة مؤلم مرة مؤلم. هو يا تقتلوه يا تخلوه يعيش. انا اللي شايفه ليفاي مش عايش. انا لما لمحته على ظهر العربة بحط لكم صورة، لما لمحته على ظهر العربة بهذا المنظر ما اعرف والله ما اعرف ايش، والله ما اعرف ايش الشعور اللي جاني. جالس على ظهر العربة جالس يقاوم بالرغم من جروحه علشان يوصل لإيرن، بالرغم من انه الفريم مرة ضعيف والرسم فيه مرة ضعيف، بس والله الفريم هذا يا جماعة تمكن مني. ما يستاهل ليفاي، ما يستاهل ليفاي بالله. اللي ما تابع الاوفا تبع ليفاي تابعها، حاجة فاخرة من الآخر. عموما يا جماعة ننهي حلقتنا بهذا المشهد الرائع، هذا المشهد اللي سقطت فيه عادات وتقاليد، هذا المشهد اللي تغيرت فيه قيم ومبادئ، مشهد لقاء ماغث وشادس الأسطوري. يا جماعة إذا كان هذا ما هو أعظم لقاء ما بين ما تبقى من الفكر البشري القديم ما أعرف وش يكون. إذا ما كان هذا أعظم لقاء بين أحد أعظم قادة في هذا الأنمي ما أعرف وش بيكون. شادس صاحب التفكير المتشدد والقاسي والمدرب الصارم، ماغث اللي غسل عقول أطفال وأجيال ودربهم على الحرب وقتل الشياطين، وقتها كانوا شياطين. فجأة يجتمع هذول الاثنين اللي ربوا أجيال من المحاربين ويقرروا إنهم يتحدوا مع بعض. والله يا جماعة الخير ما في، ما راح أقدر يعني أوصف، ما في المشهد هذا ما أقول إلا الله أكبر عليك يا إيسيام، اللعنة يا إيسيام. ماغث وشادس يا جماعة قرروا إنهم يموتوا مع بعض في سبيل قضية واحدة. تخيلوا قضيتين مختلفتين كانوا هدفهم يقتلون ويحاربون بعض، فجأة يتكاتفوا ويخلوا تلاميذهم وطلابهم ومحاربينهم مع بعض. يا الله
بعد سنوات من الصراع، بعد سنوات من غسل دماغ الأطفال والبشر، اليوم الاثنين هذول قرروا يموتوا مع بعض، قرروا يقتلوا معاهم كل أفكارهم وتقاليدهم القديمة والعتيقة. اللعنة اللعنة يا إسيام، والله أني دمعت صراحة. المشهد هذا أكثر مشهد جاب راسي. مات ماقث ومات شادس، ومعاد باقي من الجيل القديم أي أحد، والحمل الآن والعبء يقع على أكتاف تلاميذهم. وينتهي هذا الحوار وهذه التضحية العظيمة بكلمتين: كيث شادس، ثيو ماقث. يبتسموا البعض. يا لها من تضحية ويا لها من قصة تروى في تاريخ هذا الأنمي. جاب بالي بيت شعر للشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي، ما أدري ليش جاب بالي. يقول: أزف الرحيل وحان أن نتفرق، فإلى اللقاء يا صاحبي إلى اللقاء، إن تبكي فلقد بكيت من الأسى، حتى لكدت بأدمعي أن أغرق. اللعنة يا إيسياما، اللعنة يا إيسياما، ليش تسوي فينا كذا؟ ليش تسوي فينا كذا يا إيسياما ليه؟ كان ودي بس للأمانة أن الجماعة يعرفون أن شادس هو اللي أوقف القطار، وهو اللي دمر القطار، وهو اللي أوقف التعزيزات اللي كانت ممكن تقضي عليهم، ولكن أعتقد أن هذه قصة للتاريخ، راح يرويها التاريخ يوما ما. هذا إن ترك إيرين شيئا للتاريخ غير الدمار. وتنتهي حلقة اليوم رسميا بحوار هانجي مع الشلة، وتقول لهم: يا جماعة، إيرين غالبا انه ممكن وصل لليبرو، او انه ممكن ما نلحق نوصل قبله ليبريو، اللي هي المنطقة اللي محتجزين فيها اهل آني واهل راينر والشلة او الالديان بشكل عام. وبالرغم من انه آني تقول انه من دون بابا، من دون مدينتنا، من دون منطقتنا، انا ما عندي اي هدف قاتل لاجله، مع السلامة، أنا حترك السفينة وامشي. إلا إنه حوار هانجي أيقظ ما تبقى من إنسانية داخل آني وداخل الناس اللي حوالينا. هانجي تقول: ماقث ضحى بحياته، واللي هو تفكيره جدا قديم وعنده أفكار عنصرية تجاه الإلديين، اليوم ضحى بحياته مش علشان بس ينقذ ليبرو أو مارلي أو إلديان مارلي أو أيا كان، ماقث ضحى بحياته لأجل هدف، هو إنقاذ أي شخص في هذا العالم، مو شرط نعرفه، مو شرط نعرف اسم الشخص اللي بننقذه، أي شخص بريء. ويفترض إنك يا آني، ويفترض إننا كلنا ما ننسى تضحية ماقث. زي ما قلت لكم، إذا ماقث صاحب الفكر القديم والعتيق والقاسي قال هذا الكلام، إيش يمنعنا إننا إحنا ما نقتدي به ونساعد البشر الأبرياء من بطش إيرين؟ وهنا كررت آني عبارتها الشهيرة وتنهي الحلقة وتقول: هل أنتم مستعدين تقتلون إيرين؟ معليش يا جماعة، إذا وقعت الواقع ووصلنا لإيرين، هل أنتم مستعدين تقتلون إيرين؟ ويتركنا الكاتب يا جماعة في نهاية حلقة اليوم في تخميناتنا مرة ثانية، ونكرر عباراتنا المشهورة لهذا الأنمي: هل أنتم مستعدين تقتلون إيرين لو تطلب الأمر؟ واللي نقدر نقوله يا آني: إحنا بشر ضعاف، ما نقدر نحط راسنا براس إيسياما، أنا ببطل أتوقع، أنا ببطل تحريات، أنا بصير متابع بصمت، أسوي لكم مراجعة كذا. الله قري، الله فوق، الله فوق يا إيسياما. كل اللي نقدر نقوله: إن غدا لناظره لقريب، بكرة نشوف، ليش نستعجل؟ ختاما يا جماعة، أحب أذكركم إن الحلقة القادمة راح تكون هي الحلقة الأخيرة من البارت الثاني، فيلم مكمل الأحداث أو بارت ثالث مكمل للأحداث مكون من مجموعة حلقات. إلى الآن ما عندنا إجابة، ولكن إلى ذلك الحين كان معاكم الوجيه، نشوفكم في الفيديو القادم.